الحفيدة ديالي طاحت، السبب ديالها هو طاحت، وملي طاحت خرجت لها واحد الكرة. هذيك الكرة ملي ديناها دوزنا لها وداكشي، قالك ارجو ضروري تعبيوها لابن رشد. ملي ديناها لابن رشد قالك اودي ضروري دابا اليوم ديروا لها ليريم وتخلصوا 15 ريال ديال، وانا ما عنديش رميد، ما عنديش باش نخلص ليها. باها ما خدامش، نقصوه في هذا المرض هذا ديال كورونا، نقصوه من الخدمه. شحال هادي هو بارك ما خدامش. شكون اللي كيخدم علينا؟ هو جدها في القهوه، كيخدم في القهوه، سير باي في القهوه، هو اللي كيخدم علينا دابا في هاد الساعه. عندي بن عمتها حتى هي كانت كتخدم، ولكن الشركه ديالها وقفوا في الطربيطه، داكشي ديال الخياطه. صافي هادشي اللي كاين. البنيته ما لقيتش مسكينه باش غادي نكون بها والو. من نهار دخلت دير العمليه، هذاك الدكتور الشرقاوي الله يكثر من متالو استقبلني، واستقبل حتى البنيته وفرح بينا. لا هو في بلاصه العظم، لانه هو اللي حيد ليها الكره. شحال كان ديك الساعه الوزن ديال الكره؟ الوزن ديال الكره كان فيها شي كيلو ونص. الكره كبرت ليها بزاف وعطات الحريق. ملي عطات الحريق صافي جريت ومشيت دخلت حتى لعند المديره ديال ابن رشد، وقلت لها لا الله يرحم ليك الوالدين، البنيته انت كتشوف راه الحفيده ديالي هادي ما لقيتش باش غادي، وراميد ما عنديش. وقالت لي وجرت عليا ما استقبلتنيش، جرت عليا هذيك المديره ديال، مشيت عندها ثلاثه المرات. ولكن هاد الدكتور الشرقاوي الله يكثر خيره والله يعطي صحته والله يصلح ليه الوليدات ديالو، هو اللي وقف معايا مازال. ملي هذا دخلت عند الماجوره قلت له الحبيبه انا غنديها لسيدي رحاله وغنمشي، واللي دار لينا الله هو اللي كاين. كاين العمر الطويل باقا غتعيش لنا البنيته، ما كان العمر قصير احنا في يد الله تعالى كاملين. دابا غادي تكون دابا هذه واحد، دابا ملي دخلت للسبيطار لهنا قول كاع ملي بدا المرض شي 6 شهور هادي ولا 7 شهور ملي بدا المرض. ولكن هو المرض الله تعالى دار سبب ديك الكره. قالت لنا الطبيبه كبيره في ابن رشد لو كان ما كانتش الكره ما غاديش يعرفوا كاينه الحبوبه، حيت الكره كاينه هنا والحبوبه كاينه هنايا لهذا الشيء. اذا الكره هي اللي بينات لنا الحبوبه، ماشي من الكره كاين ديك المرض. لا هو كان من قبل قديم، وهو قالت لي الطبيبه هذا مرض صامت والله تعالى دار سبب ديك الكره باش يبان لينا هذا المرض هذا ديال الكونسر، فهمتي؟ صافي قالت لك الحمد لله. المهم دابا هاد الكره هادي هي بنت، شفنا درنا لي ريم بنت لينا الحبوبه عندها. ملي داروا لها العمليه غادي يحيدوا لها الكره، كرطوا لي هذيك الحبوبه معاهم، عمليه وحده كرطوا لهذيك الحبوبه معاهم. صافي مسكينه داك الطبيب تالم عليها بزاف، وقال لي شوفي دابا ما عندكش الفلوس وما عندكش هذا. مسكين وقف معايا بكل صراحه. دابا يلاه درت نوبه وحده لهاد الشيمي، وهذه النوبه الثانيه الله عيط لنا نهار الاثنين وقال لنا جيبوا ليها 3 ديال دوك القرعين 72 ريال 24 الوحدة، وتجيبو لينا وديري ليها تحليلات كورونا ب 14 ريال. إوا جهدي إلا جهد الله سبحانه وتعالى، ما لقيتش باش. قلت له ودي ما عنديش باش نجيبها لك، صافي حنا جالسين ما عنديش باش نجيبها، هاد الفلوس باش غادي ندخلها دابا وباش نهدا ما عنديش. هي شحال في العمر ديالها؟ 8 سنين، عندها 8 سنين في العمر ديالها. واش كانت كتقرا؟ لا القرايه ما كتقراش. وشنو السبب؟ ايوا السبب اش غادي نقول لك، السبب الام ديالها ما بغاتش تكتب ليا مع الولد، بغات برا بغات الخارج، هذا هو السبب. فاش مشيت انا باش نجيب الورقه ديالها ديال باش تزادت باش نطلع عليها الحاله المدنيه، تدخل البنيته تقرا، ولدي نيتي صايب للبنت
هي لقيناها حاطه سيليباتير، وهو ولدي ما تعرف بالبنيته ديالو، وهز بين سنانو، وهي الام سمحت فيها وزادت. انا بعدا غير على القرايه راني طاح فيا النص، لان انا عندي 64 عام قاريه، عندي الشهاده، وهي البنت الحفيظه ديالك ما قاريش. قسما بالله الا ما رضاتني البنت. الطلب ديالي هو لقى اللي غادي يعاونني في هاد البنت باش تداوى، ودخلت قرا في المدرسه وصافي، هذا هو الطلب ديالي. وهاد الناس هادو اللي غادي يوقفوا مع البنيته جزاهم الله خيرا، والله يعطيهم صحيحتهم، والله تعالى يوقف معاهم ويجعلونهم في الميزان مقبول. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.